أقر المرشحون الأساسيون للانتخابات الرئاسية في الفلبين بهزيمتهم أمام رودريغو دوترتي ليصبح دوترتي رئيسا للبلاد قبل صدور النتائج الرسمية. الفرز شبه نهائي أظهر حصوله على 39% من الأصوات. خطوة كبيرة ينتقل فيها من رئيس بلدية مدينة دافاو ليصبح رئيس الفلبين. فعلى الصعيد الدولي دعا دوترتي إلى عدم الصدام مع الصين على خلفية ترسيم المياه الإقليمية للبلدين، مقترحا إقامة مشاريع مشتركة لاستغلال الغاز والنفط في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. خلافا لجميع التوقعات، تمكن دوترتي من اجتذاب الناخب الفلبيني من خلال السياسات الصارمة التي طرحها لمعالجة آفتي الجريمة والفقر المتفشيتين. البعض يخشى أن تنزلق سياساته نحو التسلط. شعبية دوترتي ليست مطلقة، فقد أثارت تصريحاته المثيرة للجدل الكثير من الغضب في بعض الأوساط، مثل مزاحه حول اغتصاب مبشرة أسترالية في الفلبين.